اسمي إيمان عطا، خريجة تربية فنية متغمر، ودلوقتي بعمل ماجستير في فنون في تربية فنية الزمالك. هو أنا بدأت الأول وأنا في ثانوية عامة، عموما كنت بحب قوي في حصص الرسم أنزل كده أوضة الرسم عندنا في المدرسة، فالمس كانت دايما بتقول جملة كده: كل ما لا يستخدم كيف يستخدم. فانا الجمله علقت معايا جدا، فبقيت برسم عادي اللي هو الالوان ورصاص وكده، وبعد كده بدات بحاجات ماتيريال مختلفه زي بذر عنب، قشر لب، حاجات كده. دلوقتي بقى حاليا يعني دلوقتي مركزه قوي في الخيط والمسامير، بحاول اعمل لوحات بالخيط والمسامير تبقى مختلفه، زي مثلا بدات باسامي الاول وحاجات بسيطه. بدأت أعمل لوحات على مساحات أكبر، عملت لوحة، أول لوحة كبيرة عملتها كانت لوحة كده لفان جوخ اسمها ستيري نايت، هي اللوحة اللي ورايا دي. وبدأت بقى أعمل، بيجيلي أوردرات بقى إن الناس عايزة تعمل حاجات هدايا مختلفة تكون يعني. الأول لما بدأت أعملها ما كانش الناس فاهماها قوي، بس لما كل يشوفوا حاجات مختلفة بتحصل في الأوردر، يعني كل أوردر ما بيبقاش شبه التاني، بيبقى على حسب مثلا أنا بسمع العميل عايز إيه. يعني مثلا في آخر أوردر دلوقتي شغالة فيه بنوتة عايزة تعمل حاجة للمس بتاعت ابنها، تمام، هدية. فأنا دلوقتي عملت مثلا قطعت الخشبة نفسها على شكل قلم رصاص وعملت اسمها في البتاع، بس لسه دي شغالة فيها كده. كل مثلا بعرف بقى مثلا لو واحده بتحب قوي الميك اب مثلا، فنعمل لها حاجه ليها علاقه بالميك اب مع اسمها، سواء نوتيلا مثلا، في بنات بتحب النوتيلا قوي فترسم لها بقى مثلا برطمان نوتيلا بالمسامير والخيط، بتبقى مختلفه. الفن ده اسمه سترينج ارت، ده انا شفت اول حاجه من على اليوتيوب، كان بنوته كده بتعمل حاجه على شكل قلب، دقت المسامير على شكل القلب وبعدين شدت الخيط. بدات اتفرج واشوف حاجات اكتر عن الموضوع، لقيت الموضوع حلو جدا وممتع، اي نعم متعب والشاكوش بينزل على الايد وانت بتعملي، بس قشطه يعني بيطلع نتيجه في الاخر حلوه جدا. في انك تعملي ماركتنج للحاجه اصلا، هي دي اللي بتفرق جدا وتخلي الناس تشوف اكتر وتفهم ايه ده. هي تبقى فكره حلوه جدا لو فعلا اتدرست وكده، وان الطلبه يعملوا لوحات بدل ما هي زيت والوان عاديه يعملوها بمسامير وخيط، بتدي افكت اصلا مختلف شويه، بتبقى شكلها حلو.